السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم رمضان عبد العاطي، بنقدم ان شاء الله محتوى ديني. يا ريت لو اول مره تشوفني تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان نكمل، وتقدر ان انت تدعمنا في اللي احنا بنعمله. جزاك الله كل خير. الشيخ ياسر الدوسري. ياسر الدوسري في الحته المشهوره ليه؟ تمام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الشيخ ناصر القطامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الشيخ خالد الجليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وإن المشركين هم أصحاب النار. الشيخ إدريس أبكر. الشيخ إدريس أبكر بحبه جدا ومحدش بيقلده، فمش عارف ليه يعني. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. نختم
بالشيخ العجمي قليل جدا اللي جابه، فعاوزين نشوفه بقى. هو صعب شوية بس نجيبه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.